2500. يلا يا عبد العزيز، شو تكلم ضميرك انت، اجلس. والا برضه هذه من الجمهور عواطف مدعى عليه. تعال يا عبد العزيز، انت مدعى عليه. انا مش دخلني. العواطف تقول استخدام الجوال اثناء البث وداخل احد اللوكيشنات. تشوف فيديو ولا لا؟ تذكرت بس يلا. اول شيء هذه تغريده عواطف طبعا اللي رفعتها على عبد العزيز. يلا قروها شو عشان انا ما اشوف. سيد القاضي، قضي عزيز المغيري، في كل محاكمة لابد قضية الجوال تكون حاضرة، علما أنهم يدرون أن خصم كثير انخصم عليهم سبب الجوال، مطلعين لغرض، فما بالك باللي طلع بكل ثقة في نص البث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصور تتحدث عن نفسها، ما يحتاج أسهل في الكلام، يعني هي كلامها أنها ما تبغى. أعوذ بالله، هذه من عندك ولا في التغريدة؟ لا هذه يعني من عندي. هو تصعيد. أول شيء أبو سلطان، فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أمك ثم أمك ثم أمك. أول شيء أنا يا عبد العزيز كنت في لوكيشن والبث كان عليه، طيب، والجوال لاحظته كثر، طيب. اتصالات، طلعت اتصال واتساب، طيب، طلعت لوكيشن ثاني لأني كلي ثقة أن البث مو بهنا، البث هناك، والبث ما راح يجي على شخص واحد، طيب. فتحت الجوال رديت على أمي. غير هذا أباظة الله يسعده دخل في الخصوصية وجاب على المحادثة بالضبط. بابا سبق أن استبعد متسابق، ما نقول اسمه يعني عشان اسم. لا أنا أتكلم إنه جت على المحادثة الخصوصية، والله إني أتكلم صادق، خصوصية، هذه خصوصيتي. طيب. كم مرة بابا نقل البث على شخص ومن بعيد بالجوال وخر تجي وتدخل في الخصوصية؟ دخل في نيتي كذا، دخل تربع في المحادثة، أنا مخطي وأدري إني مخطي. شوف رد عليك بابا يقول ما في خصوصية داخل اللوكيشن، كلامه صحيح. هو كلامه صحيح، أنا فاهم عليك. تحية لبابا، يلا. يستاهل، أنا أول واحد أصفق لبابا هنا. طيب. خلاص. تركي عندي كلام، لو إني بعت رضي أبو سلطان كان اعترضت أنا من زمان. طيب. لكن ما يحق يحترض الحين. أول شيء حق شغل. عموما باقي شيء عندك عبد العزيز. أبو سلطان ونحترم القرار منه. خلاص؟ إي والله خلاص. عموما القضية تكسبها عواطف ضد عبد العزيز. أبس سؤال بس يا أبو سلطان. سؤال واحد بس. والله سؤال واحد بس. تفضل. سؤال واحد. يلا خلص. أنا ما عمري كسبت عندك القضية واحدة. ليه؟ إن شاء الله في المستقبل. يلا. طيب القضية الجاية المدعي عبد الله الفريدي، نرجع قضية الشباب. طبعاً عبد الله رافع قضية على علي بن هادي. وين علي؟ تفضل يا علي بن هادي، الله يسعدك. طيب عندك القضية ولا؟ نعم موجود، أنا محضر جيد يا أبو سلطان. يلا خلنا نسمع. عبد الله مساك وصباحك أبو سلطان. طبعاً علي بن هادي سبق وأن حذرناه